خلينا بعد نسولف عن موضوع ثاني مرة لفتني اللي هو المهور. أكيد أنك سمعتي عن أغرب مهر ممكن تسلمه سيدة. بصراحة هذا عجبني. كان على قد وزنها تأخذ مهر، فأنا في ذي الحالة أبغى أزيد وزني. يعني هذه من أحلى الأفكار المهور بصراحة، اللي كانت أنك كذا قاعدة على ميزان، كفة ميزان، وهي قاعدة وهو يحط مثلا سبايك الذهب في الطرف المقابل حتى يتوازن، وبناء عليها يكون صحيح في الهند يكون وزنها. الهند. يحبون الذهب، يعشقون الذهب. بس انا ما شاء الله يعني كانت انا سمعت اغرب مهر وطحت على فيديو بقول لك عنه، اللي هو اغرب شيء انا شفته كان مهر ومؤخر. ايش؟ عباره عن كيلو تمر للمهر كمؤخر وكيلو تمر للمهر. تخيلي، شوفي مؤخر كيلو مؤخر ومهر كلها تكون كيلو تمر. طب واو، 2 كيلو طلع، مو كيلو واحد التوتل يا جماعه. بس اوكي هو بسيط، بس يعني كقيمه ممكن نتكلم انه هو بسيط، لكن للاسف سمعنا انه بعض الناس لما يقدم لها شيء بسيط ترى بعدين يطلع يعايرها فيه. يعني انت في النهايه ترى قيمتك كيلو تمر او كيلوين تمر، يلا. فأنا ما أحب هذا الشيء، يعني هو بالعكس المهر هو تقدير للمرأة، فحتى لو كان بسيط إحنا ما نقول شيء مبالغ فيه، مثل ما إحنا قاعدين نشوف أحياناً 100,000 أو فوق، لا 40-50 شيء بسيط. هي طبعاً شوفي، حتى اختلاف المناطق لها تأثير على اختلاف المهور. يعني عندنا مثل في المنطقة الغربية ترى ما يدفعوا مهور عالية، هذا النورمال كان عندنا، بعكس المناطق الثانية سواء كان مثلاً في الجنوب ولا في المنطقة الوسطى وغيرها. المنطقة الشرقية برضو متوسط، ما هي مهور عالية. لكن لو نرجع لتوسط الرسول عليه السلام ترى ما حدد. وفكرة المهر يعني ليس هو قيمة المرأة. يعني مثلا يجيك واحد مليونير يقول لي إيش ديتك، كلك 100,000 ودافع فيك 100,000، عرفتي؟ أو مثلا مشتريكي بفلوسي. فهي الفكرة، أنا أشوف لا ما في ارتباط ما بين قيمة المرأة كزوجة وبمهرها، ما أنا كذا أحسها، ما أعرف يعني. بس إنه يكون شيء بسيط مثل يعني واحد أعطاها ريال. أيوة ما أيوة ما لأنه هو الأب يشتري رجال في الآخر، هو مو قاعد. الأب ممكن يكون مقتدر ويقدر إنه يكفيها وهي ما تحتاج المبلغ هذا. أعرف هي رمزية المهر كمهر، لكن في الآخر لما أنا كأب أقدر بنتي، يعني أنت ما أنت دافع فيها شيء، ترى أنا أعز بنتي مش أنت اللي مشتريها بفلوسك. صحيح، عرفتي؟ هو في ثقافات غريبة في المهر، لكن الله يسعدهم سواء بكيلو تمر كيلو وين تمر، الله يسعدهم.